أسئلة متوقعة لأسئلة نصف السنة للصف الأول متوسط، المنهاج العراقي. سؤال الثالث فرع بي، write the missing words or letters، اكتب الكلمات المفقودة أو الأحرف المفقودة. 5 only، 5 فقط. 5 marks، 5 علامات. Number 1 sun، شمس. moon، أصبحت قمر. season، فصل من فصول السنة. autumn، فصل الخريف. Number 2 good، جيد. well، بصورة جيدة. fast، سريع. fast، أسرع. يبقى نفسه، هنا الصفة تبقى نفسه. Number 3 go، يذهب. gun، تصريف ثالث للفعل. put، يضع. يبقى نفسه في التصريف الثالث للفعل. هناك أفعال تبقى نفسها عند التصريف الثالث للفعل. Number 4 replied، أجابة. answered، أيضا أجابة، يعني كلمتين نفس المعنى. went away، هرب. escaped، هرب. Number 5 fantastic، شيء مذهل. عكسها terrible، شيء مرعب أو مريع. happy، سعيد. عكسها unhappy، غير سعيد أو sad، حزين. Number 6 third، اختصارها 3rd، second 2nd، هذا الجواب الصحيح. كان هذا شرح مبسط لأسئلة نصف السنة للصف الأول متوسط المنهاج العراقي. بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة. ولدعمنا لإنتاج المزيد من المقاطع التعليمية، يرجى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد.